صباح الخير البنات، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم مع فيديو جديد او لا فلوج جديد. المهم اول حاجه مشيت للصالون وشفت بان خاصني بزاف ديال السلعه للصالون، القطن، المواد، الديسولفون، داكشي كامل. جيت هنا كنتقدى كاع ديك السلعه اللي خاصاني، حيت هذا المحل كيبيع داكشي بالقرو. جيت تقديت كاع السلعه واليوم غنبارطاجي معكم الروتين ديالي في الصالون، كيفاش كندوز النهار. حيت دابا بزاف الناس كيقولوا لي اسماء اش مابقيتيش كديري لنا روتينات ديال الشقا، ديال السياق، ديال التصبين، حيت ما بقيتش انا كنكون في الدار. ملي دابا كنخدم البنات بالاخص دابا حنايا في واحد لا بيريود اللي فيها الخدمه، يعني الصيف هو الخدمه ديال هاد الدومين، هاد البرد كتكون ناقصه. دونك ضروري خصني انا اللي نخدم في هاد في الصيف، يعني ضروري العوين واخا عندي البنات في الصالون ضروري كنخدم حتى انا. احمد بالاخص هو اللي شاد لاكواف هو والبنات وصافي، هادشي اللي كاين وغنبارطاجي معكم، حيت ما يمكنش ندير جوج ديال الخدمات، يعني نسالي من الصالون وعاد نمشي نصبن ولا نسيق. بزاف عليا، يكفي ان الوليدات وهادي. المهم هانتوما معايا في هاد النهار عاوتاني، شوف واحد الحبوبه رقيق ناطفيه حساسيه، هي كنكثر شي ايام المكياج كينوض. شو خديتي احمد؟ المهم هي السلعه اللي خدينا الصالون. المهم البنات طلعت للصالون، شفنا الخدمه اللي كاينه، رتبنا كل واحد مثلا ديجا كاينه لا جيرونت اللي كتجي بالصالون. المهم طلعنا شفنا شنو الاحوال، دينا السلعه نيت ديال الصالون اللي خاصه. وانا غاده دابا، علاش غاده؟ غاده المرجان، حيت خصني نتقدى شي حاجه، حيت بغيت نخرج بنياتي شي شويه، خصوصا سلمى، حيت سلمى كنا موعدينها الى نجحات وجابت نقطه مزيانه غادي نسافروا بها ونديوها لشي بلاصه اللي زوينه. وسلمى عزيز عليها البحر، واخا انا الصراحه كنفضل لابيسين، ما عزيزش عليا البحر حيت البحر ما كنعومش فيه، ما عرفتش علاش. المهم انا هكا البحر ما كنعومش، كنعوم غير في لابيسين. المهم ولكن وعدها احمد انه غيديها للبحر. انا الصراحه باغا الشمال، بغيت الشمال، بغيت تطوان، بغيت شي بلاصه دوك الديور اللي منهم البحر. بغيت ندي بنياتي في وجو شي شويه بحكم انني كتكون عندي خدمه مره هنا مره هنا مره هنا، يعني ما كنجلسش في قنيطره وما كنجلسش معاهم، كتكون شاداهم ليا ماما وما كاين لا لابيسين لا والو. حتى الجو الصراحه بارد، ماشي ديال لابيسين او لا البحر، الجو بارد. ما تقدر تبقى تطوان انت هي بارده، كتكون بارده. المهم مشيت بلانيت سبور، خديت لسلمى حيت كتبغي تهز الطابليت ديالها والشارجور والسويتش، وبعض المرات كتبغي قصص دي رومو كتبغي تقراهم، دونك خديت ليها هادي من عند بلانيت سبور زوينه بحال هكا، تهز فيها كاع داكشي ديالها. شحال كدير احمد؟ كانت كدير 300 درهم ولات كدير 215 درهم، ولكن البنات كبيرة وزوينة. حنا غاديين على اساس سلمى ساعدت احمد خدا واحد الكارطابل بحق زوينة، الكارطابل اللي خدا بغاها البيسي ديالو، حيت البيسي ديالو الله يخليكم كيهزو في واحد الساشية ديال كافيليا. تحية لكافيليا، تحية لكافيليا من هنا خوتنا. المهم هذه هي الكارطابل، الصراحه واعره بزاف وكبيره، غيهز فيها تهز فيها هذه كلشي احمد، الكاميرا، البيسي، كلشي. المهم بحال هكا، واصلا كنحتاجوها للسفر ان شاء الله. باغي نمشيو انا واحمد نخيمو في شي بلاصه، كنا جروب مع لي يوتيوبرز داكشي، بغينا نمشيو شي بلاصه في السعيديه ولا شي بلاصه اللي زوينه نبدلو الجو. المهم هذه هي كما شفتوا هادشي اللي خديتها وصافي. وانا غدا المرجان دابا نتقدى شنو باقي خاصني. وصلتني شي سلعه من عند جوميا، راه كنت درت لكم واحد ستوري قلت لكم بان جوميا دايره دي برومو دابا اللي هما زوينين، وديجا انا عندي كود برومو ديالي غنخلي لكم في صندوق الوصف بالنسبه للناس
اللي مهتمين وكيبغيو يتقداو في هاد لي برومو بحال هكا. والله ما عرفت شنو وصلني مع كومونديت بزاف ديال الحوايج، ودابا نشارك معاكم شنو وصلني من عندي. المهم بنات، حنا في مرجان دابا. احمد خدا واحد الكادو لسلمى بنتي، خدا ليها مكانه من سواتش. علاش؟ حيت الصراحه كتستاهلها، حيت كتقرا الحمد لله وكتجيب معدلات اللي كان كيفرحونا، دونك حتى هي كتستاهل اننا نكافئوها ونشجعوها العام الجاي انها تقرا مزيان. المهم خدا ليها احمد هذه، شد احمد نوريها ليهم. خدا ليها هذه ديال الماء، هي كانت بغات بحال ديال احمد واقيله. المهم غتعجبها بزاف. كافئوا ولادكم، ماشي ضروري داكشي مبالغ، ولو يكون شي حاجه بسيطه، على قد الجهد ديالكم والاستطاعه ديالكم كافئوا وليداتكم باش كتزيدوا تشجعوهم وكتحمسوهم اكثر. المهم ماشي نتقدا شنو خصني، وصحة السلومه. الملوكه هذا مسكينه مازال ما كتعرفش مالك، كنقلبوها كناخذوا لها ارخص ما كاين، نهار تولي تعرف خرجه منك كتستحمل. المهم بنات، سالا ليا انا برودوي ديال اليدين، ولكن الصراحه قتل لي يدي. المهم راه تكونوا عارفين شنو كنستعمل. هاد المره غنبدل، ما عرفتش شنو ناخذ، بان لي واقيلا نبدا نستعمل ماجيكس، حيت عند ماما انا في الدار ويديها صراحه قالت لي ماشي بحال هذا اللي كتستعملي انت اسماء، قالت لي حالته. المهم البنات، هذا اللي خديت، هذا زوين البنات للدراري الصغار، انا هو اللي جربت كندير ديما لسلمى ومالك، وزوين يعني صراحه ما كيحرقش لهم اللحم ديالهم. ولكن بالنسبه لسلمى راه كندير لها الوجه ليكرون ديال اورياج، حيت الوجه ديالها دغيا كيتشوط ليها ودغيا كيولي محروق. انا بنتي حيدت لها البيبرون، يعني شحال هادي حيدت لها البيبرون، مي راني كندير لها هاد القريعات هادو اللي بحال هكا اللي فيهم هادي بحال لاباي باش كتشرب ليا الحليب، حيت اون فوا حيدت لها الدار ما بقاتش كتبغي ليا الحليب في الكاس. دونك ضروري يا اما كندير لها هادي، وفي العصير كندير لها دوك القريعات الدجاج اللي فيهم نيت لاباي عاد كتشرب. المهم هادي جاتني زوينه عجبتني، ناخذ المالك. رجعت ناخذ وحده اخرى اللي خديت المالك. علاش خديتها لمحمد غالي الولد منال؟ حيت عجبتني، عجبني الديكور ديالها وقلت ناخذها ليه، عجبتني. المهم بنات، يلا رجعنا من عند الدونتيست انا محمد. المهم رونديفو وصلنا ليه راه هادي شي سيمانه ولا 10 ايام وما مشيناش حتى اليوم. احمد ما شنو كلا ودي كبو ويطيح ليه من الجن، طاح ليه ومشيت معاه. قلت نيت مشيت انا راه رونديفو وصلني، مشيت عطاني دابا المره الجايه خصني نحيد جوج دراسات الفوق، حيت قال لي الفك ديالك صغير، واخا يعني سنان ستفو ولكن ما غيقدرش يدخل اكثر من هكا حيت عندك الفك صغير. دونك خصني نحيد الدراسات باش هادي يرجع، واخا راه صافا يعني حسيت بيه دخلوا شي شويه على اللي كانوا. وكان عطاني واحد لاستيكات صغيرين، دابا لا عطاني واحد لاستيكات كبار باش كنشد بهم هاد البلايص هادو. والصراحه باقي ليا جوج ديال الكليانات غيديروا سيمي بيرمانون يدفعهم، ويلا معايا نمشي نخدمهم. واليوم باغي ندير واحد المفاجاه للبنات ديال الصالون اللي خدامين معايا، وهانتوما معايا. Inside my arms, where the night goes down. Oh baby, I want you to be here. When the sun comes up and the day goes by. المهم بنات، من بعد ما ساليت الخدمه صافي، هذه تقريبا 9 قسمين ديال الليل. الله يجعل البركه. عينا صافي، يعني بنادم من 9 الصباح هو خدام صافي عينا. كان عندي دابا واحد سوان ديزاج، يلاه رتبت هذه المسائل هذه اللي عندي،
شوفوا دابا هاد لابغوس ديال الماس. المهم اليوم بحكم انه كاين واحد الروتين ديال اننا كنبقاو يوميا في الصالون، كنخرجوا مع التسعود، يعني البنات بالاخص اللي خدامين معايا كيجيو مع التسعود الصباح، ما كيمشيو حتى للتسعود ديال الليل. فالله يحسن العوان، واحد كيعيا، الواحد كيمل، ما كيبقاش عاجبو داك الروتين، كيحس بلا فاتيك. فمرة ما فيها باس الواحد يهرس هذاك الروتين بشي خريجة ولا بشي مفاجأة ولا بشي شي حاجة النشاط بيناتنا. فأنا اليوم عرضت على البنات كاملين اللي خدامين معايا في الصالون، واخا كاينين منهم بحال وحدة اللي هي عيانة شوية ما جاتش اليوم، وما كايناش البنت اللي كتعاوننا في الصالون كتعاوننا كترتب لينا المسائل ديالنا، وهذا حتى هي ما كايناش. مي البنات الاخرين اللي معايا راه غنمشيو، وعجباتهم الفكره، قلت لهم يلا نمشيو بحكم انكم كتعياو روتين ديما، يلا نمشيو نتعشاو مجموعين. عجباتهم الفكره، وهما دابا كيقادو راسهم، اللي كتصبغ تفاره، اللي كتصاوب شعرها. فصراحة انا فرحانه بهم، وكنبغي من هاد لا فيديو هذا نقدم لهم واحد الشكر خاص ليهم، حيت الله يكبر بهم. صراحه معاونيني، وكنحس بهم خايفين على المحل، كيعطيو الوقت للكليان، كيحاولوا يديروا اكثر من جهدهم في الخدمه. كاين منهم اللي كنوضوا نبغيو نسدوا الصالون، كيقولوا لينا لا، منهم مريم لا مازال الحال، يلاه تسعود خليونا خدامين. دونك كتحسي بنادم انه خايف لك على مصلحه الصالون، باغي يخدم. كاين اللي ما شادش الروكو هذه جوج سيمانات، منهم مريم اكثر من جوج سيمانات، حيت البنت اللي معنا في لاكواف فاتحه، ومريم ما كتبغيش تشد الروكو، كتقول لي بان لا انا يا خصني نعاونكم، وهادي اصلا عزيز عليها حمد بزاف، كتعرفوا من شحال هادي. المهم ديجا غنولي ندير واحد البروغرام اللي هو غادي نولي نسد الصالون نهار الاربعاء ان شاء الله، حيت كيوليو الدرك على مثلا اليوم روبو ديال فلانه، غنولي انا كنخدم بزاف، غدا انا روبو فلانه غتخدم بزاف. دونك فانا قلت غادي نسد نهار في الاسبوع اللي يرتاح كل شيء، يرتاح وكل شيء يشد روبو. ورغم هذاك الشيء مريم ما بغاتش، والناس ما بغاوش، قالك علاش تسدي نهار؟ فهذاك النهار عنده رزقو، ممكن انه يكون مدخول زوين، مي ما فيها باس بنادم يضحي بمساله بحال هذه، حيت عاوتاني مصلحه الصالون اي، ولكن عاوتاني ما عنديش الفضل ان البنات عياو ويقنطوا او يملوا وصافي. غنوض انايا نقد الفريق، حيدتهم حيت وليت كنخدم لي سوان د فيزاج، حيدتهم حيت ما يمكنش تحيدي لي بوان واغ للكليانه وانت عندك الضفار طوال. دونك حيدتهم، وغنمشي دابا ندير لهم شي صبيغه، ويلا ندوزو معنا هاد الخريجه. Inside my arms, where the night goes down. Oh baby, I want you to be here. المهم احنا وصلنا لكافي هاوس، كما كتعرفوا كافي هاوس هي اللي كنجي ليها ديما، وكتعجبني الماكله فيها. مرحبا بينا عندهم. السلام خويا، كي داير؟ صافا، كلشي مزيان؟ الله يخليك، الله يكبر بك. المهم حنا نمشيو نتعشاو وانتم معانا. تحية الأخت مريم هادي اللي هضرت لكم عليها، المهم تحية للناس كاملين، لبنى، تحية قنبولة، سهام، دوماج ما كاينش معنا لبنى. لبنى اللي قلت لكم فاتحة هي جاية، جاية معايا. لبنى ما خلاش بابا، قالت لك فاش كتشوف الطويز كيجري عرف بان القصير مسخر. مسخر
دابا البلاصه ديال الكوبر دياتو اللي قلت لكم راه فاتحه جات وجابت بنيس ها هي معانا دابا هي عند اسمك مرحبا بك نهار كبير هذا كبرتي فينا مريم مريم والحده قبل هذا الله يخليك لينا الباطون ديالنا بجوج هما اللي فينا وبحال خوتنا ما كيحسوناش انهم بالله ما كاينش الفرق ما كاينش الفرق او ماي جاد هادشي قداو الكاميرا صراحه الله يخليكم حتى نتوما والله الا زعما فرحانه بك والله العظيم ولا كتحس براسك خدام بحال خوتنا ريخ طيك اودي ريخ طيك ها هو بدلوا المقبلات شو كيفاش ولاو كيعطيوهم ما شنو هادي المهم ما فيهم الخضار يمكن المهم نمشي نقصها نجي نقول لكم شنو ديالها المهم احنا خرجنا دابا من كافي هاوس الصراحه كيحمقني عندهم واحد البلا خطير بزاف 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 واليوم كلاوه كاع البنات كي جاكم زوين زوين بنين الصحه والراحه الدنيا هانيه وغدا ان شاء الله وانا دابا غندي نوصل شي وحدين منهم وشي وحدين مشاو ناديه جلسين حتى القدام وهاد صمتي المهم بنات انا ديما ولات فيا القاعده كندخل بلاتي كندخل نهار في نهار المهم اليوم انا غادا مسافره ان شاء الله مع وليداتي والفيديو ديال البارح هو واحد الميساج هو واحد الرساله بان كنا في حال في حال حتى واحد ما باترون على الاخر يعني حاولوا ما امكن ان الناس اللي خدامين معاكم اعتبروهم انهم حتى هما في حالهم في حالكم باش هكا كطول العشره وما كيكونوش المشاكل وتا هما كيكونوا خدامين ومرتاحين يعني ما حاسينش ان كاين واحد الباترون كيحكم فيهم اولا كيقيديهم بالعكس راه كل ما كنتي مصاحب معاهم كل ما كيسمعوا لك كتر وكيطبقوا هذاك الشيء اللي غتبغي وكتر المهم هذا الفيديو هذا فين غادا اش غندير غادي تلقاه في الفيديو الجاي دونك عاوتاني يتبع باي باي